أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة الدكتور مازن السقة وحلقة جديدة بعنوان كيف تنظف القولون. الكثر منا يعاني من هذا الموضوع وكثرت التساؤلات حول ما هي أفضل الطرق، ما هي أفضل المواعيد، ما هي أفضل الوصفة. بداية علينا الإسهاب في تناول الماء. فصل الصيف نحتاج إلى مياه، كمية من المياه أكثر تصل إلى 3 لتر، نوزعها خلال الفترة خلال اليوم الواحد. بل هناك من الأخطاء الشائعة أن نتناول كل الكمية صباحا أو مساء، يجب تقسيمها إلى أوقات 24 ساعة. وقد يكون أفضل شيء لتقسيمها هي المواقيت، حسب المواقيت الصلاة الخمسة، وتقسم كأسين على كل صلاة، وبالتالي نحصل على الكم الأدنى المطلوب في هذا الشأن. أما الخطوة الثانية ذات أهمية كبرى في تنظيف القولون، وهي حرصنا على تناول الأوراق الخضراء. ما هي الأوراق الخضراء؟ هي الجرجير، هي الرجلة، هي ما كل ما يوضع في أطباق السلطة. هناك من يفضلها كطبق من السلطة، ومن لا يرغب هذا الطبق عليه وضعها مثلا مع شراب الليمون، يعصر قليل من الليمون وقليل من النعناع أو الجرجير، وبالتالي حصلنا على هذه الأوراق الخضراء، وتحديدا عنصر البوتاسيوم الذي نحتاجه في تنظيف القولون. مصدر آخر مهم لتنظيف القولون وهو أيضا مصدر للبوتاسيوم، الأفوكادو. علينا بتناول هذا الصنف صباحا أو كوجبة صباحية على وجبة الإفطار، أو كوجبة مسائية كوجبة العشاء، ممكن عمله كشبيه بطبق الحمص أو عن طريق تقطيعه قطع كوجبة سلطة، مهمة جدا. الوصفة الثالثة لتنظيف القولون وهي الخل التفاح. خل التفاح العضوي يفضل في الطبيعي في هذا الموضوع. ملعقة صغيرة من خل التفاح تناولها على الريق صباحا، يفضل هذه الطريقة بدون كسر، بدون أي شيء، حتى نضمن تعزيز الوسط الحمضي في المعدة حتى تقوم بعملها الجيد لها وللمرارة. وإن شاء الله نلتقي معكم في فيديو آخر وتساؤل آخر.